أردت انتظر غيث السحاب مثل ليل طويل ظالم مثل ليل طويل ظالم مثل ليل جرح بلواهيب اليابا والرياح تثير كثبان القهر مغلق شب روحي أصرخ وأنا أصرخ يا مطر وأنا أصرخ يا مطر ألف باب ألف دمع سالتها انتظارك ما مضى منا وغى انتظارك نرتقب وعد المطر أهل جرح دفن تحت التراب
تتمنى لو كان مات؟ بس أبا حافظ على بنيته طول هالسنين حتى حساب حياة إنسان حتى لو على حساب أي أحد حتى لو كان حد من ولادك حتى أنت يا ايش هذا؟ مهدئ انا اذا شوف زوجتي ولدي تقدري تساعديني؟ انت ما عرفت؟ ويش؟ اسأل دكتورة سماء هي بتخبرك you
أنا حاسس بموتي. وسواس بتتغلب عليه إن شاء الله. اتصلي بزوجش وأبوه وأمي. حويش وش تبغى؟ لا تسألي الحين. سوي وهذه هي الأرض. إذا بغيتي والله بنتفاهم على السعر، وإذا ما بغيتي وبغيت أرض ثانية بدور لك إني أرض ثانية، وإذا وهذه المنطقة كلها كاملة أعرف أملك بيتي وأقدر أوصل. لا لا لا، هو هذا طلبي، هو هذه الأرض مناسبة لمشروع الشركة، واللي دلني عليك دلني على خير. فوقك الخير إن شاء الله. لكن كأنها غالية شوية، غالية وشعللتوها هالأيام ها؟ هذه مشكلتكم انتم الشرعي، يوم تيو تشتروا تقولون غالي، يوم تيو تبيعون للناس تقولون رخيص، والله ما حد عارفكم في الزمن. الفلوس موجودة، الفلوس موجودة، لا تخاف، بس خلنا في الأول نتمم مسألة البيع وما يصير خاطرك إلا طيب إن شاء الله. اسمع نصيحتي يا أبو جيفر. والنعم أبو جيفر، إذا تقدر في هالزمان اشتري من هالأراضي، لأنه يوم بيك حتى مربط الخيل ما تقدر تشتريه، وهذه نصيحة مني لك اليوم. أنت لا تستعيل على رزقك، رقمك عندي، ويوم احتاج على أرض أتصل. نعم دكتور. سعد يبانا؟ علشان خلاص يا بنتي خلاص، أنا عندي شوية شغل، أخلص شغلي وأجيكم المستشفى. مع السلامة. زوجتك كلمتك؟ بمر عليك، نسيق باع. حوش ما تصير روحك، السعادة باك انت. انت غبي ما تفهم؟ اقول لك سعد طالبنا امام العيلة كلها، معناتها بيتكلم. طبعا لازم تروح له علشان تقطع عليه الكلام، لازم واحد منا يروح. Thank you.
عيوني تو تو. سعد كان في خاطرك شيء يا ولدي؟ قول. أبا عمي وقيفر عيوني عشان أقول قدامهم كل شيء. يا جماعة وقت الزيارة انتهى والمريض يحتاج إلى راحة. ما بدأ الشك يرتادني، لماذا هذا الإصرار على حضورهما وفي وجود الجميع؟ ما الذي تخبئه يا سعد؟ وبماذا تشعر حتى تتشبث بوجودهما الآن؟ سعد ترياك. سعد ما طبيعي، كان حاسب بيوم يبغى يشوفه. بسبب ان سعد حابوي وقيف فين؟ شفتوا ابوي كيف كان يمشي؟ ما ادري.
وش عنده مدير؟ إن في دوامة الغاز في خيوط خفية، بس ما حد قادر يمسك شيء. من وين هالخيوط تخص مني؟ ما حد يعرف. لكن أبوي وقيفر يأكدوها، يأكدوا بأن في شيء قوي. كان يقول ان القنبله اللي عنده اخطر مما نتوقع، بس لازم يقولها اليوم قدام ابوي وقيفر. وش عندك يا سعد؟ ليش؟ وش يبي؟ شوف واسمع وش يبي يقول. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. سعد، 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 رد علي سعد، كلمني سعد، سعد علي سعد، كلمني سعد، كلمني سعد، سعد كلمني سعد، سعد كلمني.
سبحان مغير الأحوال فجأة صندوق رحمة الله عليك شعلها من فرقة الغالي
دمع عيني نهر ممدود برضا حالك يا الظن الغالي يا إله الكون خفف بحسنك أهواني يا ولدي سعد الله يرحمه كان يلح على جيتك للمستشفى حوشي الالحاح بنفس الالحاح كان يبغى يعرف اللي بيني وبينك مات وما قلت له ولا قال لي اللي بينكم وبينك كان يبي يعرف وش فيك وش كان يبى ما اعرف ما اعرف كنت رياش انت اللي تقولي لي الحمار تقول انك تعرف سما اخرت الامور بتنكشف ولدش من مات ما استوى اسبوع وانت تتحكي عن ورث احنا بعدنا في العزاء عشان افهم وش تفهمي اظنك سمعتني سمعتش يا شريف سمعتش وانا مستعد بنته باللي تمر لعقولي Thank you.
تحملش كل الاوراق اللي تثبت حقش وحق اولادش وحق سعد الله يرحمه. من يوم مات المرحوم ناصر لحد هذا اليوم طبعا من حقكم تشوفوا محامي علشان تتاكدوا بنفسكم. التوكيل اللي سويتي لي اياه بعد موجود. اذا حبيتي تلغيه انت حره. هذا كل اللي حالكم عندي. كل شيء يستوي. والنقصان وارد. تفكروا. وإذا شفتوا أي شيء ناقص عيدوا علي النظر وأنا في الوجه إن شاء الله. حواش معيته